أنا أبدأ دائما بسؤال حلقتنا اللي حاب يشارك معنا على حسابنا فولورز الكاس. السؤال يقول، والخبر هذا طلع بالأمس طبعا بعد كثرة تغيير المحترفين والإطاحة بالمدرب البرتغالي روي فاريا، هل سيتأثر مشوار نادي الدحيل في الدوري؟ أعيد السؤال ولا هو مكتوب؟ يعني روي فاريا مدرب الدحيل خلاص بح على قولتنا، لأنه الموضوع وصل لمرحلة أنه يخسر ومستوى سيء ومحترفين ما شاء الله فلوس يعني، وخلينا أقول لك ما شاء الله يعني مانزوكيتش وهان وغير ادميلسون والمساكني وبن عطية وغير تشكيلة الحلوة من لعيبة المنتخب، لكن الأداء كان خلينا نقول مش مناسب، مش على قد الفلوس. عارف انت رايح تشتري بنتلي في الملعب، مشي الفريق كورولا يعني، عارفين انتوا بوصل لكم بس المعنى يعني، انت عارف دافع كاش حق بنتلي تمشي لا كلش الموتر ما قاعد يعطيك حد 80، فلذلك هم ورغم هذا متصدر بطولة الدوري، لكن مع صحوة السد الأخوان خافوا ربما في الدحيل، وقال لك احنا والله علينا انه نشوف هل هو استغال، هل كان في سوء فهم، هل ناقشوه وزعل وقال خلاص ما بيكم. يعني اللي حاب يشاركنا على السؤال يا ريت يتفضل. غير هذا ضيفنا إن شاء الله على حسابنا في تويتر أيضا موجود، سراني تأخذ لنا صورة الضيف. راح يكون ضيفنا إن شاء الله أحمد مبارك، كانوا لعب المنتخب العماني ونادي أيضا المرخية، وراح نرحب فيه بعد شوي. عندك أي سؤال تبي تشتكي عليه، تبي يعني أي شيء تقدر تسأله، ولا مو بعاجبك، ولا كل شيء سلبية نبي، ها ما نبي شيء إيجابي كلش حق أحمد. عموما ايضا على الانستغرام حسابنا ما شاء الله في اعتقد فوق 60-70 سؤال موجودين، ان شاء الله يجيب على نصها ربعها، المهم في اسئله كثيره وانا شاكر هذا التفاعل. خلونا نبدا على موضوع روي فاريا، والمهم انه تم اقالته روي فاريا. نبدا معاكم مشاركاتكم طبعا اللي على تويتر في حسابنا، فنبدا شريف البطاط شو يقول؟ يقول مثل الورد خالد صديقي، شكرا. الدحيل عندما واجه السد بدأت عليه نقاط الضعف الارتكاز، وأكيد هذا يعود لعقلية المدرب. تحياتي. رابح صالح السبعاوي يقول بالطبع كثرة التغييرات وعدم الثبات على تشكيلة واحدة يؤثر سلبا على الأندية والمنتخبات، أما بالنسبة لمدرب الدحيل فكان الأولى تغييره قبل هذا التوقيت، لم يجني النادي من هذا المدرب شيء، ونلاحظ الفرق واضح بما كان عليه جمال بالماضي، واليوم الفرق واضح والفريق في نزول مستمر. أنا يعني أكيد في فرق بين جمال بالماضي وأكيد مع روي فاريا، يعني أفضل حالات الدحيل كانت مع جمال بالماضي. شريف يقول إذا عاود نشاط الدحيل في الأيام القادمة ربما لا يتأثر في الدوري. ليث الجميل يقول راح يتحرر النادي لأن هذا مدرب عقيم. معاذ حبيبي طبعا مطرشنا فيديو، معاذ راح 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 راح, راح نشوف الفيديو لكن مع فقرة الفيديوهات، لأن في معاك هالمرة في ناس كثير بعث فيديوهات على موضوع روي فاريا، فناخذهم وناخذك معاهم في نفس التوقيت. إبراهيم زياي يقول على حسب المدرب الجديد، يعني راح يتأثر الدحيل على المدرب الجديد كان زين ولا نفس روي فاريا. ابن قابوس يقول الله يرحمه طبعا غمد روح الجنة، يقول أعتقد لن يتأثر مشواره وسيحافظ على الصدارة بإذن الله. منصور يقول سلامي لأحمد كانو إن شاء الله بعد شوي. معاذ ضبياني يقول سوف يندمون حلو ذي الرد، سوف يندمون على تغيير روي فاريا. خليفة الزعبي يقول بالعكس سيتغير إلى الأفضل لأن لاعبون يحتاجون إلى من يوظفهم بالطريقة الصحيحة. عبد الله يقول السؤال الأهم، هل أسس اختيار المدرب كانت سليمة؟ لا أتكلم عن الدحيل، بأتكلم عن منطقة الخليج التي تعين وتقيل
لا يقال عن 1000 مدرب، لا يقل عفوا عن 1000 مدرب بالموسم الواحد. قام رد عليه عزيز قال السؤال الأهم، على أي أساس يتم التعاقد مع المدربين؟ مجامل المدرب على حساب النادي، نفس بعض الأندية تجيب مدرب يدرب الفريق الأول مرة في مشوار الكروي، ولا اسم المدرب اللي كان مساعد له، نفس بعض الأندية. أناقة حرف الله بدينا. يقول الدحيل بعد صبر طويل ينفض غبار الرحيل البرتغالي وأسلوبه الهزيل، فالمستحيل بعيد عن تخطيط الدحيل، وسيرجع من جديد للزمن الجميل بمدرب كبير من العيار، أو لازم تكون بمدرب لأن بي حرف جار، بمدرب لأنه حظ ضم، بمدرب كبير من العيار الثقيل تظروهم لأنهم احتراف بمعناه بمعناه الأصيل، والزعيم في السليم بطل لكأس أهل التميم، وبتوقع يأتي في الصميم. هو كان توقع أنه السيد راح يفوز. شكرا يا أناقة، بس لا تنسى الجار والمجرور، ذبحتني في التغريدة. هذه